فوت تعال. أنا شو بستفيد إذا ربيت ولد بالحياة هش ما عم بيقدر؟ أمي أنت ليش ما عم تفهمي إنه أنا كمان ما عم بقدر؟ أنا بفهمك وبفهم ولاد جيلك، بفهم أسئلتكم، بفهم مرجلاتكم، بس يا ماما أنت عم تعطي لأمك بخيالك صورة غير عن كل الأمهات، وهذا مو صح. موضوع الشرف والأخلاق هذا موضوع نسبي، بكرة أنت بتكبر. ما عم بقدر أتحمل، حس فيني. هي هيك الحياة، بكرة رح تعيش وتجرب ويمكن تقدر. صعب ما عم بقدر أتخيل أنك تعملي هذا الشيء حدا تاني غير بابا. أنا بابا يا دوب كنت بالعها. إذا بدك تعيش طبيعي بالحياة في مواضيع لازم تعرفها، أنا ما بقدر خوض فيها، في حدا بده يساعدك. صار الوقت لحتى تصير رجال. تمضمض لو سمحت. بدي اعتذر منك، يمكن عطلتك، بس الجسر ما انه جاهز مشان القياس. اخر علينا.